مرحبا يا أطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم في موسمها الخامس، 5 سنوات من المتعة معكم. تتخللها فقرات عديدة، نكتشف شخصية محمد بورنان مع هبة إسلامي. تفضلي بنتي هبة، تفضلي. شخصية اليوم، اليوم سوف نتعرف عن شخصية محمد بورنان، ولد الشهيد. أغنية اليوم، السلام عليكم بتحية الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. حكاية اليوم، إذا أحبائي كما قلت لكم مقبلة نحكي لكم حكاية الفأرة فرفورة. النكت، شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. بريد أصدقائنا الأطفال، لاعب الخفة، قولوا شوف معايا، 1 2 3 عاودوا، 1 2 3. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. ترقبوا عودة حصتكم المفضلة مع عمو يزيد ابتداء من الثلاثاء 28 أوت مساء. مرحبا مع عمو يزيد.